قدامها سقط الأسد، قدامها 16/2012 تحرير الغازي وتحرير البلدة بشكل كامل الحمد لله. الظالم قتل القصر وحرق البيوت وراحت ركسالة وراحت مالة وبديمون. حرية حرية غصب عنك يا بشار عالم حرية بشار الأسد معنا القائد الميداني ابو محمد ملازم اول. تسلى على حاجه دما وحاجه دما وان شاء الله الى سقيها ايضا رب العالمين. اكبر الله.